طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول تقرير مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية: مكاتب ميليشيات الحشد تفرز المال والسلطة. أما في المحور الثاني فنناقش ارتفاع نسبة عمالة الأطفال في العراق. فاصل ونعود إليكم. قالت مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية إن مكاتب الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تفرز المال والسلطة، وتواصل هذه الميليشيات في العراق العمل على تحقيق أهداف إيران في المنطقة عموما وفي العراق بشكل خاص. وبحسب المجلة الأمريكية فقد ساعدت الأحداث الجارية في سوريا والعراق على بروز إيران كقوة إقليمية لا مثيل لها، وأنها تكتسب حاليا المزيد من النفوذ والخبرة والقوة لتشكيل الأحداث في الشرق الأوسط بالطريقة التي تخدم توجهاتها. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لا عائق أمام المشروع الإيراني اليوم، فالعراق ممزق مجتمعيا وتابع سياسيا، ويأتمر أغلب من فيه بأمر طهران عسكريا. تلك هي أبعاد وتفاصيل الصورة من زاوية رأسية حين نتكلم عن العراق وكيف أصبحت الأوضاع فيه هذه الأيام. رؤية تعززها مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية التي نشرت تقريراً بعنوان إيران القوة العظمى الجديدة في الشرق الأوسط. المجلة تطرقت إلى المكاتب الجديدة للفصائل المدعومة من إيران، وقالت إنها مكاتب تفرز المال والسلطة بكل ما تعنيه الكلمة. واستشهدت المجلة الأمريكية لتعزيز فكرة أنها ميليشيات تابعة لإيران بصورة كبيرة لعلي خامنئي، تجدها حاضرة عند أغلب قادة الميليشيات التي يزيد عددها عن 40 ميليشيا تعمل كلها على الخطوط الموالية للقيادة الإيرانية. مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية أكدت في تقريرها أن العراق لا يخلو جزء منه حالياً من الوجود الإيراني، وأن طهران تحول العراق إلى كيان واحد فقط عنوانه الشيعة لا غيرهم. وتقول المجلة إن التدخل الفوري الإيراني عام 2014 ضد تنظيم الدولة هو ما سمح لطهران بتعزيز حضورها في العراق، إلى جانب سبب آخر وهو المتمثل بتأخر الاستجابة الأمريكية وبطء التعامل مع التهديدات التي تعرضت لها المنطقة. وأعادت إيران تشكيل هياكل السلطة الإقليمية في المنطقة عموماً والعراق بشكل خاص بحسب بيزنس إنسايدر عبر إنشاء وتشكيل ميليشيات بالوكالة كهذه التي تظهر في الصورة وتدعي أنها تخدم العراق، في حين أنها تأتمر بما تمليه عليها طهران لا سواها. وختمت الصحيفة بمعلومات تؤكد تبعية شبكة ميليشيات في العراق إلى إيران تضم نحو 150 ألف مقاتل، ما يعني أنها ماضية على قدم وساق لتشكيل المنطقة حسب هواها، وساسة عراقيون ليسوا أكثر من موظفين يساعدونها على تحقيق طموحاتها في المنطقة. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ محمد المدحجي الخبير بالشأن الإيراني من لندن، والأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس، فمرحبا بكما معنا. أستاذ محمد المدحجي، يعني بحسب تقرير مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية فإن الميليشيات المدعومة من إيران تفرز المال والسلطة، برأيك من أين تأتي بهذا المال؟ في البداية تحياتي لحضرتك والضيف الكريم وأيضا السادة المشاهدين الأعزاء. بالنسبة للتمويل، طبعا نعلم أنه الفساد الهائل أو خلنا نقول المحاصصة التي تمت في السياسة بين الأحزاب للعملية السياسية الفاشلة في المنطقة الخضراء، نفس المحاصصة تمت على كيفية تقسيم ميزانية البلاد بين هذه الأحزاب. أنا أشير إلى تقرير عن منظمة الشفافية الدولية، إحدى المنظمات الأممية التي تدرس ملفات الفساد في العالم. هناك تقريرين لهذه المنظمة عن العراق. التقرير الأول يقول أنه
خلال 8 سنوات حكومة المالكي رفضت أكثر من 12500 مشروع تم الموافقة عليه في الحكومة العراقية، لكنه لم يتم تنفيذ 12000 مشروع من هذه المشاريع، والأموال التي كانت مخصصة لهذه المشاريع تفوق 300 مليار دولار. يعني مشاريع وهمية، ميزانية صرفت لكنه لم يتم تنفيذ شيئا على الأرض. وتقرير آخر قبل أسبوعين لهذه المنظمة التي علقت عضوية العراق في هذه المنظمة بسبب أن العراق تصدر، يعني رتبة العراق وصلت إلى الدول الخمسة الأكثر فسادا والعشرة عذرا أكثر فسادا في العالم، على العالم أجمع. يعني العراق يسجل مستويات قياسية بالفساد بين دول العالم أجمع كلها. فهذه الأموال طبعا تترسب وتذهب لهذه الميليشيات وهذه الأحزاب التي تسرق وتنهب العراق، والعراق الثري الذي يعرف بأنه كان يستضيف أكثر من 11 مليون عربي من باقي الأقطار العربية الذين كانوا يعملون في العراق، والآن هؤلاء لا وجود لهم بالعراق، فضلا عن أكثر من 8 مليون مهجر من العراق. ونرى هذه الحالة المأساوية الاقتصادية التي يمر بها المواطن العراقي. فهذه الاستثمارات، أو خلينا نقول هذا التمويل لهذه الميليشيات، يذهب مباشرة من جيب المواطن العراقي من ميزانية البلاد من خلال الفساد والمشاريع الوهمية التي لم يتم تنفيذها، فقط يتم المصادقة عليها في الحكومة وفي البرلمان وبعدها لم تنفذ. فيمكن القول أن هذه الميليشيات هي الذراع الضارب لهذه الأحزاب حتى تستحوذ على أكبر قدر ممكن من الأموال، أموال الشعب العراقي. نعم. فالتقرير الذي جاء في الصحيفة الأمريكية، تقرير في محله، طبعا الأمريكان يجب الإشارة إلى أنهم متورطون في هذه العملية، وهم نعم. الذين دعموا أصلا هذه العملية والفساد الهائل في العراق. الآن يعني الخروج من هذه الحالة أو إنهاء هذه الحالة عمل شبه مستحيل. نعم. وإذا لم نقل أنه مستحيل أساسا، لأن هذه الميليشيات أصبحت متجذرة في العملية السياسية وعلى الأرض في العراق. لديها هناك يعني جماعات سرية تعمل بسرية، تصفي وتقتل وتغتال من يعارضهم. فالموضوع الآن أصبح شبه يعني شجرة قوية انمت خلال السنوات ما بعد الاحتلال، وأصبحت جذورها تضرب في مؤسسات البلاد، في الوزارات، في الأحزاب، في حتى في مستويات يعني شعبية، خلنا نقول. لأنه هذه الميليشيات، هناك جماعات من هذه الأموال تتنفع. أنا لا أقول الشعب العراقي يتنفع، بل أقول هناك مؤسسات شعبية أو يعني ما يوصف بين القوسين بالحشد الشعبي، لديهم مصالح أصبحت وأموال يستثمرونها حتى في خارج البلاد. أنا أشير إلى نقطة يمكن يعرفها الكثير. في لندن خلال السنوات العشر الماضية، المطاعم العراقية في لندن العاصمة البريطانية تزايدت بشكل غير مسبوق، وكل هذه المطاعم والمحلات التجارية التي نراها في بريطانيا هي من أموال الشعب العراقي الذي يسرق هناك ويتم استثماره خارج البلاد، فضلا عن الأموال الطائلة والمليارات التي ذهبت إلى بعض دول الخليج. يعني وهناك طبعا تقارير عن هذه الأموال وبعض الدعم المشبوه للميليشيات الحشد الشعبي تحت غطاء محاربة الإرهاب، وخلف هذا الدعم هو هناك أموال بمئات المليارات التي ذهبت لبعض البنوك في منطقة الخليج. نعم أستاذ محمد. أستاذ أمير المفرجي، يعني ما هي التداعيات من إفراز مكاتب الميليشيات للمال والسلطة على المشهد العراقي؟ طبعا أشكركم على هذه الضيافة، وتحيتي إلى مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. شيء طبيعي، يعني أنا ما سمعت من الأخ الضيف، هو كان يعني شرح كامل، وأحب أن أضيف عليه بعض الأشياء. أنه مستقبل النظام الطائفي الذي يمثل من قبل ميليشيات عراقية ليس لها صلة بالعراق، هو مستقبل يعني يعتمد على وجود أموال ووجود مستند، يعني شيء يسندهم في سبيل أن يبقوا.
لا تنسوا بأن إيران عندما دخلت العراق وعملت هذه الميليشيات يعني استطاعت من تنظيم يعني المؤسسات التي تستطيع أن تمول هذه الميليشيات. في العراق هناك يعني الصلة التي هي موجودة بين الميليشيات المسلحة وبين القوات المسلحة العراقية، لأن الميليشيات العراقية استولت على يعني الثروات الجيش العراقي، على أسلحة الجيش العراقي تحت غطاء داعش. وهنا يجب أن نقول بأن داعش كان سببا في تطور هذه الميليشيات في العراق، لأن بدون داعش الميليشيات كانت يعني لها سلطة محدودة، ولكن مع الأسف الظروف لم تساعد العراق، الميليشيات تطورت واستطاعت أن تحصل على الأموال من من وجود داعش في العراق. الشيء الثاني، لا تنسى أن إيران لها يعني المؤسسات الإيرانية التي تحكم في إيران نفسها هي مؤسسات سرقت أموال الشعب الإيراني. إذن المثال العراقي هو مثال إيراني يعني أخذ لتطبيقه في العراق. أغنى المؤسسات الإيرانية هي المؤسسات وهي مؤسسات الحرس الثوري والخامنئي نفسه، وحسب التقارير الدولية التي تثبت بأن الخامنئي نفسه له يعني أرصدة كبيرة في يعني الأرصدة المخفية في العالم. وهذا يعني قد طبق في العراق. لا تنسى شيئا آخر يعني يجب أن نؤكد عليه، عندما أتت إيران إلى العراق استطاعت أن تحيي يعني بصورة عجيبة نوع من المناسبات التي اندثرت، واستطاعت من خلال هذه المناسبات الدينية من أن تجمع الأموال عن طريق الذين يأتون العراق بالملايين، وهذه الأموال هي لقادة عملائها في العراق، لأن قادة عملائها في العراق قد استفادوا من المناسبات الدينية الكبيرة التي حصلت في العراق. إذن هناك يعني نوع من المخططات المالية لإسناد وجود هذا الحشد، لأن هذا الحشد يراد منه أن يكون على هيئة ما يعمل به في لبنان، وعلى هيئة الحرس الثوري الذي يعتبر يعني أحد أعمدة النظام الإيراني في طهران. نعم أستاذ محمد المدحجي، يعني معروف نفوذ إيران في العراق وسوريا، لكن عندما يشير تقرير المجلة الأمريكية أنه بسبب الأحداث الجارية في سوريا وفي العراق والذي أدى إلى بروز إيران كقوة إقليمية وصفها لا مثيل لها، وأنها تكتسب حاليا المزيد من النفوذ والخبرة والقوة لتشكيل الأحداث في الشرق الأوسط بالطريقة التي تراها أو الطريقة التي تخدم توجهاتها، ما الذي يمكن أن تقوم به إيران برأيك في المرحلة المقبلة؟ يعني المرحلة المقبلة اللي ستشهدها أو سيشهدها الإقليم خاصة العراق، كما وصفها الرئيس الأسبق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، قال أن عنوان الرئيسي للأحداث في الشرق الأوسط خلال عام 2018 سيكون المواجهة والصدام المباشر بين الولايات المتحدة والحرس الثوري في الإقليم. يعني الولايات المتحدة أو الإدارة الأمريكية الحالية ترى في الدور الحرس الثوري في الإقليم دورا سلبيا لها، وتريد تأطير هذا الدور من خلال وضع ضغط أكبر على إيران وأذرعها في الإقليم من أجل تطويع الدور الإيراني حسب وجهة النظر الأمريكية الحالية. وطبعا يعني خلنا نقول الترتيبات التي تتم في الإقليم حاليا ترتيبات ضخمة جدا، ترتيبات عسكرية، ترتيبات أمنية، هناك قاعدة عسكرية ضخمة للأمريكان تنشأ في الكويت، قاعدة أخرى في الأردن، والمنظومات الصاروخية المتطورة التي ترسل للسعودية، كل هذه تنذر بأنه هناك تحذيرات عسكرية من أجل عمل عسكري كبير في الإقليم إذا حصل. وكل يعني كل ما سيحصل هو خلنا نقول قلب هذه التطورات ستكون في العراق. العراق الذي يعتبر العقدة الرئيسية بالنسبة للمشروع الإيراني المسمى بين القوسين بمحور المقاومة المزعومة،
وهذا المحور هو في الواقع محور آخر سياسي اقتصادي جيوستراتيجي إيران تبنيه من أجل أن تضعه أو تضع أوراقها على طاولة المفاوضات مع الجانب الصيني، والمشروع الطموح الصيني الذي يسمى بحزام واحد طريق واحد، والصين تريد أن تمده باتجاه أوروبا مرورا بالشرق الأوسط وخاصة إيران والعراق طبعا. فالعراق يصبح أو أصبح ساحة للمنافسة ما بين القوى العظمى، ومن سيسيطر على العراق سيضبط الأمور في منطقة غرب آسيا وطبعا منطقة الخليج العربي الحساسة لصالحه. من هذه النقطة نرى أنه هناك حراك ضخم، خلنا نقول وهو شبيه بعيد عن الإعلام، وسائل الإعلام لم تتطرق له كثيرا حول هذا الحراك الأمني العسكري الضخم في المنطقة. يعني المشهد في الإقليم هو مشهد تصعيدي خلال الفترات القادمة، إلا أن تتفق إيران مع واشنطن وطبعا مع شريكها في الإقليم أو شريكتها في الإقليم أي روسيا حاليا. فالمشهد يعني بشكل ملخص يمكن أن نقول أنه مشهد تصعيدي اتجاه جماعة إيران، لكنه في العراق بسبب أنه هذه الميليشيات متجذرة أنا لا أرى أنه الأمر سيكون سهلا، وسنشهد عملية جراحية يعني حذف هذا السلاح من يد هذه الميليشيات الخارجة عن القانون وعن حتى نطاق الحكومة الحالية في العراق اللي هي حكومة موالية للولايات المتحدة ولإيران. حذف هذا السلاح خارج نطاق الحكومة سيحتاج عملية جراحية، ولا يمكن لهذا السلاح أن يجمع، لأنه هذا السلاح ضامن لمصالح اقتصادية كبيرة بمئات المليارات الدولارات لفئات وأحزاب وجماعات بعينها، الجميع يعرفه من هادي العامري والمالكي وغيره، وحتى حيدر العبادي نفسه. يعني الآن ما نشهده من لعبة محاربة الفساد في العراق هي ليست لعبة للحفاظ ما يمكن الحفاظ عليه من هذه العملية السياسية وهذه الميليشيات تحت غطاء نقل سلاحها إلى الحكومة تحت إشراف رئاسة الوزراء أو تحت إشراف وزارة الدفاع. فما يحصل في العراق هو يعني أنا أصفه بتحضير لعاصفة قادمة على العراق وحتى على إيران بعدها. يعني ما سيحصل أستاذ أمير المفرجي، يعني هناك تقرير آخر اليوم لصحيفة العربي الجديد أشار إلى ترشح 67 مسؤولا ميليشياويا في الانتخابات المقبلة، أليس هذا أحد أوجه السلطة التي تمارسها الميليشيات في العراق كما أشارت المجلة الأمريكية؟ شيء طبيعي. بس قبل ما يعني أرد على سؤالك الكريم أحب أن أعقب ما قال الأخ، وهو أنه قضية السلاح في العراق، سلاح الميليشيات يجب أن لا ننسى يعني يجب قراءته من شيئين: السلاح الثقيل الذي استعار من قبل الميليشيات عن طريق الجيش العراقي، وهذا السلاح سيرجع إلى حضن الدولة العراقية، ولكن سلاح الميليشيات العادي الذي هو سلاح يعني مدمر داخليا إذا كانت هناك حرب أهلية، هذا السلاح سوف لن تعطيه الميليشيات، لأن إعطاء سلاح الميليشيات سوف يكون نهاية لوجودهم، لأن الميليشيات تعتمد على وجودها الميليشياوي العسكري. هذا هو جوابي على يعني تعقيبي على ما قاله الأخ الضيف. بالنسبة إلى الوضع السياسي ووجود قادة الحشد على رأس القوائم في العراق، يعني أنا في نظري أنه ما يحدث في العراق يذهب في عكس ما يتمناه السيد حيدر العبادي لجعل المدة أو المرحلة القادمة مرحلة سالمة وسليمة للشعب العراقي عن طريق إعادة يعني شكل النظام وطبيعته من طائفي إلى نظام مدني، وهذا يعني وهذه الرؤية يتمناها الملايين من العراقيين. بوجود قوائم الحج الشعبي على يعني على رأس هذه الانتخابات سوف يقضي على أي أمل في عودة الدولة المدنية في العراق، وهذا ما سيجلب يعني نوع من الثورة الداخلية في العراق ضد وجود الحج الشعبي، لأن الحج الشعبي عندما سيدخل في هذه القوائم وخصوصا في مناطق شرق الفرات
وجنوبه في جنوب وسط الفرات وجنوبه، سيحاول من تثبيت وجوده بطريقة الانتخابات ولكن عن طريق السلاح والقوة، لأنه يسيطر سيطرة كاملة على هذه المناطق. إذن سيجعل من قضية الانتخابات يعني قضية عويصة سوف يعني تجلب المشاكل من هذا يعني المنطق. أنا في نظري أنه إذا كانت يعني إذا كانت النية للسماح بدخول السيد هادي العامري والسادة الآخرين، نعم، سوف يخضع على أي أمل في وجود نظام مدني في العراق، وهذا ما لا يتمناه الشعب العراقي ولا تتمناه القوى الإقليمية ولا حتى أمريكا نفسها. نعم أستاذ محمد المدحشي، يعني يشير موقع منظمة مجاهدي خلق بأن مصادر تمويل الميليشيات المرتبطة بإيران هي عن طريق تجارة المخدرات وغسيل الأموال وتهريب السلاح والمسروقات وتزييف وتجارة العملة وكذلك تزوير جوازات السفر وتجارة العقارات ومن ميزانية العراق واستقطاعات من رواتب الموظفين، وفي اليمن كذلك بعد سيطرة ميليشيات الحوثي على البنوك في صنعاء ومناطق أخرى. برأيك ما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية في أماكن تواجد الميليشيات إن كان في العراق بشكل خاص أو في سوريا واليمن بشكل عام؟ يعني الآثار نحن نستظهر بإحصائية نشرتها الحكومة الحالية قبل عامين حول نسبة الفقر والبطالة في العراق. حسب إحصائية الحكومة نسبة البطالة في المناطق الجنوبية والوسطى تتجاوز 40%، في مناطق الغربية تتجاوز 30%، وفي إقليم كردستان تتجاوز 20%. يعني هذه نسبة البطالة هي مؤشر قوي ومؤشر كبير على تدهور وضع الاقتصاد والإنتاج والمصانع وقطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد. بينما العراق يعني نعلم أنه ثري، وحسب إحصائية نفس الحكومة الإيرادات النفطية التي حصل عليها العراق خلال فترة حكم 8 سنوات المالكي تجاوز 1000 مليار دولار. وهل السؤال، هل شهد المواطن العراقي شيئا من هذا المبلغ الطائل التاريخي؟ كل تاريخ العراق، كل إيرادات النفطية العراقية خلال السنوات المئة الماضية لم تصل إلى 1000، أقصد ما قبل المالكي، وخلال فترة المالكي وصلت إلى 1000 مليار دولار. يعني إذا وضعنا إيرادات النفطية العراقية ما قبل الاحتلال قبل 2003 في جانب، وخلال السنوات الثمانية اللي حكمها المالكي الإيرادات النفطية خلال فترة المالكي أكثر من السنوات العقود السابقة، لكن العراق شهد ازدهارا خلال فترة الحكم الوطني في العراق. ماذا فعلوا هؤلاء بهذا المبلغ الهائل؟ هل تم تبليط الشوارع، تم إعادة تأهيل المصانع، تم بناء مدارس جديدة، تم بناء مساكن، تم تشغيل المواطنين؟ يعني الموضوع هو واضح، لا يحتاج لتفسير أو أنه المحلل أو الباحث يعني يبذل جهدا كبيرا ليعرف أين تذهب هذه الأموال. وهذه الأموال تذهب إلى بنوك غربية وإقليمية، فضلا على عقارات التي تشترى هنا وهناك في نيويورك وواشنطن ولندن وباقي العواصم الغربية بملايين الدولارات والجنيهات واليوروهات. نعم أستاذ أمير المفرج، يعني عندما يتم تنفيذ مشروع ما كبناء جسر أو بناء مستشفى في العراق تقوم الميليشيات بأخذ حصتها، وبالتالي في ظاهرة الفساد المستشرية بالبلاد أصبحت كذلك أحد مصادر التمويل للميليشيات، وانعكس سلبا طبعا على الواقع الخدمي والاقتصادي في العراق. كيف ترى ذلك؟ بشكل طبيعي، لأن المؤسسة الميليشيات لها نوع من القوة داخل الدولة العراقية. الميليشيات العراقية موجودة داخل مؤسسات الدولة الغنية، الميليشيات العراقية موجودة داخل يعني العقول التي تنفذ المشاريع في العراق، سواء كانت في الوزارات يعني المسؤولة أو غيرها. ولكن أنا في رأيي أنه النظام العراقي الحالي يعني سوف لا نستطيع أن نغيره بهذه السهولة، ونترك يعني وضعه بهذه يعني بهذا الشكل الذي، وكما تفضلت، هو وجود قوى يعني من خارج
سيادة الدولة تتحكم في موارد العراقيين، تتحكم في إيماد العراقيين، تتحكم في مستقبل العراقيين وحريتهم الشخصية. يجب أن نعلم بأن الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا مسؤول عن كلامي، عندما جاءت للعراق في 2003 كانت تعرف بأنها لا أحد يستطيع أن يغير النظام العراقي، فجاءت لتغيره لأسباب تعرفها هي. الآن أمريكا وضعت على المحك النظام العراقي الآن الموجود، نظام الميليشيات لا نستطيع من إزاحته بهذه السهولة إلا عن بوجود قوى خارجية لها القدرة من إزاحته وإزاحة إيران من العراق. إذن إزاحة هذه الأيادي التي تسرق أموال العراقيين يجب على العالم أن يعرف بأنها هي المسؤولة عن وجودهم في العراق، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الغرب. إذن لخروج هؤلاء من المشهد السياسي العراقي، يجب أن نعلم بأن إيران قد دخلت بصورة عميقة في العراق، والولايات المتحدة هي المسؤولة عن إخراج إيران في العراق، وأنا مسؤول هذا عن كلامي، لأن الميليشيات قد قمعت العراقيين، قد قمعت حرية العراقيين، والخوف موجود. المناخ العراقي لا يسمح بإعادة دولة وطنية، لأن إيران قد دخلت في عمق المؤسسات العراقية. نعم، الأستاذ أمير المفرجي السياسي العراقي من باريس كان معنا، والأستاذ محمد المذحجي الخبير في الشأن الإيراني من لندن، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد لمناقشة المحور الثاني. تشكل نسبة عمالة الأطفال في العراق 5% من المجتمع العراقي بحسب إحصائية أعلنت عنها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية، وأضافت أن نسبة الذكور تشكل 7.1% في حين تشكل نسبة الإناث 2.5%، وأصدرت العديد من المنظمات المحلية المهتمة بالدفاع عن حقوق الأطفال في العراق تقاريرا انتقلت فيها تفشي ظاهرة عمالة الأطفال، وطالبت الحكومة بالتدخل لاحتواء هذه الكارثة. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. بدلا من أن تمسك يده قلما وكتابا، أصبحت المطرقة رفيقة أنامله الضعيفة، تلازمه في يوم عمله الطويل الممتد لثمان ساعات يوميا، حمل كبير يفوق جسده الصغير. كغيره من أطفال العراق، ضحية حروب أنهكت البلاد والعباد، وحكومة ينخر الفساد مفاصلها لا تحرك ساكناً تجاه مشاهد الأطفال في سوق العمل. بحسب وزارة التربية العراقية، وصلت نسبة تسرب التلاميذ من المدارس إلى 20%، وهي من أخطر الآفات التي تواجه مستقبل الأجيال، كونها إهدار تربوي يتعدى أثره مجتمعاً كاملاً، فضلاً عن قلة دور الأيتام وضعف وانعدام الخدمة المتاحة للأطفال في كثير منها. أما وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في العراق أصدرت إحصائية حديثة جاء فيها أن عمالة الأطفال تشكل حوالي 5 المجتمع العراقي، تشكل نسبة الذكور منها 7%، فيما تصل نسبة الإناث إلى أكثر من 2%. برغم من مناشدات المنظمات الإنسانية والمهتمة بالدفاع عن حقوق الأطفال لمحاربة ظاهرة عمالة الأطفال في العراق إلا أنها لم تؤتي أكلها، تصف هذه المنظمات الأعمال التي يقوم بها بعض الأطفال بالخطرة، خصوصا في المعامل والمصانع والورش المتخصصة بتصليح السيارات مقابل دولار ونصف أو 4 دولارات فقط في اليوم الواحد. فالظروف الاقتصادية السيئة التي تعاني منها الأسر العراقية والبعض ممن فقدوا معيلهم دفعتهم لإرسال أطفالهم إلى العمل مقابل حفنة نقود لا تسد رمق ولا تسمن من جوع.
ووسط هذه الكارثة الإنسانية التي يعيشها العراق، يعيث السياسيون فيها فساداً ونهباً للمال العام، فحجم الهدر المالي تجاوز 400 مليار تم توجيهها لمشاريع وهمية تخدم مصالحهم الشخصية، بينما يرزح تحت خط الفقر ملايين العراقيين. عارون سيذكره التاريخ أن حكومة شردت ودمرت أجيال بأكملها. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ ضياء الشمري من المنظمة العربية لحقوق الإنسان من النمسا. مرحبا بك معنا أستاذ ضياء الشمري. أستاذ ضياء، كيف تقرأ نسبة عمالة الأطفال في العراق التي وصلت إلى نحو 5% من مجموع المجتمع العراقي؟ هذا كان متوقع، يعني من البداية من أتى المحتل وأتى بهذه المجموعة السراق إلى العراق، حقيقة كانت هذه النسب، وراح تظهر أيضا أنه ليست فقط البطالة وإنما التعليم، المسائل الاجتماعية، العدالة الاجتماعية، الطلبة بالوقت الحاضر بدون أقسام داخلية، العمالة الأطفال بالوقت الحاضر نسبة عالية، أتوقع هي أعلى نسبة موجودة في الشرق الأوسط. بهذه الحالة الموجودة العراق يعني حقيقة المجتمع العراقي منهك، لأنه الحكومة العراقية ومن أتى بهم المحتل هم كلهم أسرقوا أموال الدولة وأموال المجتمع العراقي. هذا الشيء لا يخفي أنه الأحزاب الدينية والمرجعية وكل الأشياء التي من إيران تصدر بهذه الأشياء هي عملية مبرمجة لتدمير المجتمع العراقي، تدمير المجتمع العراقي. وهذه التدمير المجتمع العراقي من قبل إيران والحكومة العراقية ومباركة من الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ ضياء، ما هي تداعيات عمل الأطفال على الأطفال أنفسهم وعلى المجتمع؟ أخي إنه الأطفال حينما يتركون المدرسة ويعملون بهذه الدخل البسيط، حتى يعني لأنه فقد آباء أو فقد الأب أو فقد من يمولهم العائلة، والعائلة في الوقت الحاضر تطلب من أي شيء، هي ليست العمالة وإنما الفساد الأخلاقي راح يحدث في هذه الطبقة من الأطفال. الأطفال بالوقت الحاضر في العراق مدمرين، التعليم لا يوجد تعليم، الرعاية الاجتماعية غير موجودة إطلاقا، لأنه الدولة ملتهية بس في السرقة ومباركة من 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 رجال الدين. حقيقة ما يحدث في العراق عملية إبادة جماعية للمجتمع العراقي بهذه الصيغة وتدمير المجتمع العراقي، وأتوا على هذا الأساس، أتوا من الخارج العراق على تدمير الشعب العراقي، وهذه العملية هي مبرمجة، ليست عملية جت بأشياء انه اتى المحتل والمحتل انه راح يعني يسوي الديمقراطيه بالعراق ومعرف. هذه الادعاءات لحد الان 14 سنه لم يشهد الشعب العراقي اي تقدم من هذه الناحيه ابدا. الانتخابات تاتي وتذهب ولا يحدث اي شيء، الاحزاب نفسها هي باقيه والوزراء هم نفسهم باقين، اذا غيروا بالوزراء يغيروا من وزاره الى وزاره، والسرقات موجوده وهم يعترفون. نعم استاذ ضياء، يعني على المستوى التعليمي اذا اخذنا بالتحديد، اكثر من 20% من الطلاب بحسب وزاره التربيه يتسربون من المدارس، برايك ما هي الانعكاسات السلبيه على واقع التعليم في العراق جراء هذه النسبة؟ يعني 20% نسبة كبيرة جدا. نعم هذه النسبة عالية جدا، لأنه هذه المنظمات المجتمع المدني الحقوقية ترى هذه النسبة بالعراق وترى التدهور الموجود في التعليم بالعراق، ولكن الحكومة العراقية لم تبذل أي جهد بإنعاش الطلبة من حالة موجودة الميؤوسة من عندها. الطالب العراقي مستواه العلمي ضعيف جدا ولا يمكن أن يواصل في أي مجتمع آخر أو تطور آخر. هذا الحالة الموجودة، الدولة العراقية لم تبذل أي شيء، المدارس مفلشة، التعليم فاشل، المدرسين ملتهين بالدعايات الدينية التي لم تكن لها أساس في العراق.
يعني حقيقة لو ترى التعليم لا ترى المنهاج التدريسي في العراق هو منهاج فاشل لا مبني على أسس علمية، مبني على أسس طائفية وحقد طائفي، حتى في المدارس موجود الحقد الطائفي. هذه العملية التي تحدث في العراق في الوقت الحاضر هي عملية مبرمج أتى بها المحتل على هذا الأساس. نعم، يعني أكثر من 32% بحسب اللجنة الاقتصادية النيابية في البرلمان، 32% من نسبة ارتفعت نسبة البطالة في العراق، وإلى جانب ذلك هناك أطفال يعملون في مهن شاهدناها في التقرير، مهن ليست سهلة، مهن صعبة، ويعني تعرضهم إلى الأمراض وإلى التعرض إلى ربما إلى أمور أخرى. ارتفاع نسب البطالة في العراق كل سنة برأيك إلى ماذا يشير؟ هذا ارتفاع النسبة لأنه بالوقت الحاضر العراق مبني على حافة الانتهاء. حقيقة لا توجد مصانع، لا توجد تدريس، لا يوجد أي شيء ممكن أن يعمل به المواطن العراقي. المصانع مدمرة، التعليم مدمر، البنية التحتية للعراق غير موجودة، لا توجد لحد الآن حتى كهرباء وماء صالح للشرب لا يوجد. إذن الحكومة العراقية بالوقت الحاضر تتحمل الجزء الأكبر، بس هم يا أخي هم يعترفون يقولوا إحنا سراق وحرامية والكيكة تقاسمناها، هم يتكلمون هذا. كيف تنتظر من هؤلاء الناس أنه ينظروا إلى البطالة حتى ترتفع تقل نسبة البطالة؟ لحد الآن هم لا يعملوا بقيد شعرة. نعم. من أجل إحياء المجتمع العراقي وإنقاذ المجتمع العراقي من المحنة الموجود فيها، ملتهين في القتل والسرقة والنهب والمعارك، حتى المعارك الداخلية اللي بيناتهم اللي قاعد تحدث هي أيضا تعكس متانية هذه الحكومة العراقية بالوقت الحاضر. نعم أستاذ ضياء، يعني منذ العام 2009 ولغاية منذ العام 2003 ولغاية الآن، كيف تقرأ دور الحكومات المتعاقبة تجاه تحسين وضع الطفل في العراق، خاصة وأن العراق يعني شهد ويشهد حروب ومعارك ونزوح وبطالة وتراجع في التعليم والخدمات والصحة؟ كيف تقرأ سياسة الحكومة تجاه الطفل بالتحديد؟ كان العراق قبل، احنا ناخذ العراق قبل الاحتلال، كان العراق قبل الاحتلال والتعليم قبل الاحتلال جيد على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم الثالث. هذا الحكومة السابقة من كانت ترعى الطفل وترعى الطلبة بهذه الصيغة والأقسام الداخلية والرعاية الاجتماعية، والطلبة اللي يدخلون إلى المحافظات لهم مرتب للقسم الداخلي، هذه كانت سابقا موجودة. بالوقت الحاضر أزيحت هذه كل هذه الأشياء، المواصفات التي كان يكتسبها الطالب أو يكتسبها من المجتمع العراقي، بالوقت الحاضر كلها رفعت هذه وأخذوها دون سلبوها، يعني سلبوا أموال الشعب. بالوقت الحاضر ما يستمر راح يستمر أكثر، نسبة البطالة هسه 32 وراح تزداد نسبة البطالة، لأن وين يعمل الأطفال؟ يعملون بهذه الصيغة اللي شفناها بالوقت الحاضر، والأطفال لحد الآن محرومين حتى من التعليم. يعني اليونسكو اعترفت أنه العراق ومح الأمية بالعراق رفع، هذا بالوقت الحاضر الأميين بالعراق العدد كبير جدا، وخاصة عند النساء، الأطفال والنساء موجودة نسبة التعليم. يعني مع الأسف هذه الحكومة، ما أعرف، هذه الحكومة جاية تنتقم من الشعب العراقي وليست تفيد الشعب العراقي. نعم، يعني أليس من المفترض على الحكومة الحد من نسبة تسرب الأطفال من المدارس ووضع حلول ناجعة للحد من عمالة الأطفال من خلال توفير فرص عمل للكبار؟ المفروض من الحكومة العراقية أن تنتبه إلى هذه الحالة وتصلح ما هو أساء للبلد من 2003 ولحد هذه اللحظة. لكن الحكومة العراقية يعني مشغولة بأشياء لا يمكن أنه تجعل هذه الحكومة العراقية
أنه ممكن تقدم للمجتمع العراقي أي شيء، لأنه هذه الحكومة العراقية بالوقت الحاضر هي تتحمل المسؤولية الكبرى ما يحدث في العراق وما يحدث للطفل العراقي. الرعاية الاجتماعية أخي غير موجودة، الصحة والطب غير موجود بالصيغة المتعارف عليها، التعليم غير موجود، كل الأشياء اللي موجودة بالوقت الحاضر هو نهبة أموال الدولة، ملتهين بنهبة أموال الدولة، وأولاد دول السياسيين خلي يعرف المجتمع العراقي والشعب العراقي، أولادهم كلهم عايشين في الخارج ويدرسون بأحسن الجامعات وبأفضل المدارس، هذول الأطفال الموجودين ما لهم علاقة أيضا بالمجتمع العراقي حقيقة. يعني أنا مستغرب من الشعب العراقي ما ينتفض ويقول لا. يعني إلى متى تبقى هذه الحالة؟ إلى متى؟ نعم، يعني ما اعرف انا والله، يعني الشعب العراقي المفروض هو اذا لم ينتفض الشعب العراقي، الحكومه العراقيه لم تقدم اي شيء، اذا لم ينتفض ابناء هذول الاطفال والنساء والرجال، اذا لم ينتفضوا، انا لا ادعي المقاومه المسلحه، انا ادعي المقاومه السلميه، المظاهرات والاعتصامات ممكن ان تسقط الحكومه وممكن تسقط حكومات عده. بالوقت الحاضر ملتهين بالانتخابات وكلها دعايات كاذبة. نعم. لا يوجد لها صحة ولا يمكن أن تنجح هذه الانتخابات ولا تحرز أي تقدم. نعم. وإذا كانوا يترجون من الولايات المتحدة، الشعب العراقي إذا كان يترجى من الولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم للشعب العراقي أي شيء، أنا أقول للشعب العراقي هي أتت لتدمير العراق. نعم. هي أتت لتدمير العراق، ليست لمساوئ الحكومة السابقة. نعم أستاذ ضياء، يعني في ظل هذه النسبة، نسبة العمالة في صفوف الأطفال، وفي ظل نسبة التسرب المدرسي الذي يصل إلى 20%، برأيك ما هي التداعيات والانعكاسات على الطفل في المستقبل؟ عندما يكبر هذا الطفل فهو بدون تعليم وبدون رعاية صحية وبدون رعاية نفسية، ما الذي سيقدمه هذا الطفل عندما يكبر للمجتمع؟ الذي راح يحدث في هذا الإرباك اللي قاعد يحدث في هذا الإرباك الاجتماعي الموجود، راح يعمل من أجل كسب المال بأي صيغة من الصيغ، راح ينتمي إلى العصابات وإلى مجموعة إرهابية، وهذه المجاميع راح تدعم ذول الناس الذي لا يقرؤون ولا يكتبون، وإحنا نعرف موجودين في الحشد الشعبي والمنظمات الإرهابية الأخرى، هم كلهم لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني حقيقة كلهم هم أميين. لهذا السبب هذا تدمير للبنية التحتية للمجتمع العراقي. احنا كان عندنا التعليم الزامي في العراق، بالوقت الحاضر لا 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 مدرسة ولا تعليم ولا مدير ولا معلم، حتى نصيحة المعلم اصبحت لم تؤخذ بها، حتى لو كان المعلمين، وانا ما اشك بالقدرة التعليم بالوقت السابق بالعراق، كان عندنا الإمكانية والتعليم يعني من ممتاز جدا، وإلى درجة حتى كان يضاهي الدول الأوروبية، من كنا نأتي من الإعدادية وندرس في الخارج كنا ننجح بالخارج ونتوفق بالعلم، لأنه إحنا طلبة أذكياء، الشعب العراقي كان ذكي. بالوقت الحاضر دمروا كل شيء، كله هو ما ينتفض بها المجتمع، هو ينتفض المجتمع من الطفل إلى أن تصعد. بالوقت الحاضر الأطفال موجودين ولا توجد مدارس لرعايتهم ولا رعاية اجتماعية. نعم، الأستاذ ضياء الشمري من المنظمة العربية لحقوق الإنسان كان معنا من النمسا، شكرا جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من حوار المساء، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.